Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, today we are delivering at this UNRWA school in Gaza City. At this school there are more than 500 families, more than 2,500 individuals, but because of cultural reasons, a lot of the families don't want to be shown on camera. We are respect this. But just to give you an update, to our donors, we wanted to show you that we are delivering our food, and your money will be helping the people in Gaza. قاعدين في البيت فصارت خضة كتير كبيرة فالولاد خافوا وهذا فاضطرينا نيجي وبعدين كان في عنا خرفان كله هرب وحاجات كتير يعني تدمرت عنا في البيت الشبابيك كمان نزلوا وهذا أنا في الأجار متأجرة مش على بيت ملك أو حاجة زي كده هاي اللي صار الولاد خافوا فاضطرينا أنني نهرب لأنه كان قصف شديد من تعرف إيش الشعب إيش صار فيها دمرت يعني يا الله ويخلف عليها احنا متشكرين عليك يعني حاجات بتسووها يعني انسانيه والحمد لله ويخلف عليهم يعني على هيك معامله يعني انهم عارفين انه مش ناسينا يعني على اساس انهم الحمد لله مش ناسينا يعني كل هم مدورين علينا يعني بكل الحركات هذه مدورين علينا الحمد لله يعني وحياهم الله وحياكم الله برضه انتم.